السلام عليكم متابعي القناة، أتمنى أن تكونوا بخير وأتمنى التوفيق للجميع. ألوغ اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا إن شاء الله النتائج النهائية ديال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لينا. بالنسبة لينا ديال رابا، فاس، تطوان، مراكش، أكادير، وجدة، بالنسبة للكونكور داكسي ديال 2021-2022 السنة المقبلة إن شاء الله، لي غيزيطا ديفينيتيف راهم يتواجدوا حاليا في هاد لوليا هذا. أنا غنخلي لكم الرابط في الديسك description with لايك واشتراك، يعني جيم لافيديو واشتراك القناة باش توصلوا فيديوهات جديدة، واتمنى التوفيق للجميع. في لا ديسكريبسيون غتجبروا الرابط اللي غادي توصلوا به بلا ليست برينسيبال، ليست داتونت، يعني لي ليست ديال كونكور دلينا، لي ليست ديفينيتيف اللي كاينين دابا حاليا كيتوجدوا في هذا الرابط. انا نحط لكم في الديسكريبسيون، و جو سويت اون بون شانس، التوفيق للجميع. على بروشين فوا، او روفوار.